بالتأكيد المرأة الآن يعني تخوض تجربة ربما ليس لا نقول أنها فتية ولكن تجربة قوية، وربما هناك من خلال ما سنراه في هذا العرض أن فعلا استطاعت المرأة المغربية بنضالاتها بطموحها بكفاحها أن تبصم بصمة في المسار السياسي، وكذلك أن ترتقي بالعمل وأن تظهر النتائج بشكل جلي بشكل واضح، وهو ما سنراه بين ثنايا هذا العرض الذي هو ربما تشخيص لكل ما تم تداوله من خلال مجموعة من المحاور. تكلمنا عن مقاربة منا، وتكلمنا عن الإعلام والسياسة، تكلمنا عن التواصل الإداري والسياسي، مجموعة من المواضيع، وتوجت بأن سنتكلم عن نتعامل مع معطيات، مع أرقام، مع إحصائيات، فهذه الأرقام ستوضح لنا هل فعلا تم تحقيق هذه المكتسبات وهذه النضالات وهذا الكفاح من أجل تعزيز مكانة المرأة، من أجل كذلك تحقيق المناصفة وتحقيق المساواة في مجموعة من الحقوق ومجموعة من المكتسبات. قبل ذلك بدء دائما نختار في كل ورشة إما أن يكون هناك شعار، إما أن تكون هناك صورة لها دلالات ولها مجموعة من المعاني ومجموعة من القراءات. اليوم سنقف مع هذه الصورة والتي هي بليغة في محتواها وبليغة في معانيها ولها من القراءات الشيء كثير، فكيف سنقرأ هذه؟ إذا فعلا تعطت الفرصة للمرأة ففعلا نصف المجتمع سيتطور ويتحسن، بل أصبحت مكانة المرأة في المجتمع تستخدم كمقياس لدرجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. نكشف المرأة مهام، نكشف المرأة في الأحزاب السياسية، نكشف المرأة في المجتمع المدني، نكشف المرأة كتشارك في الحياة العامة، نحس أن هذا مؤشر من مؤشر تقدم تلك الدول أو كيكون مقياس لتقدم المجتمع. ويمكن هادشي غادي نلاحظو بسهولة إذا درنا واحد المقارنة بين الدول المتقدمة اللي كنلاحظو بروز المرأة وفعلا مجموعة من المكتسبات تم تحقيقها، عكس ذلك في مجموعة من الدول كنقول لها الدول النامية بهذا المصطلح، ففعلا ما زالت حقوق المرأة مهدرة، ما زالت عندها حق لا في التعليم لا في السكن، مجموعة من الحقوق أهدرت لهذه المرأة. الفكرة أن المرأة ما كان هو المنزل وأن تبقى حبيسة ذلك المنزل. التمييز ضد المرأة لا يزال موجود في كثير من المجالات، وفعلا كنشوفو حنا أن التمييز ضد المرأة ما زال موجود في كثير من المجالات، بل موجود تحسن واضح في المرأة في المجتمع. المرأة تحسنت وتحققت مجموعة من المكتسبات، ولكن كنقول نقدر نسميها معركة يلا في البداية بداياتها في أفق 30 إن شاء الله، نتمنى نوصلوا لهذا الحلول ديال المناصفة. فجوات نوعية كاينة بوضوح في قدرة الوصول إلى الموارد والثروات، فرص العمل دائما كنلاحظوا أن الرجل عنده فرص أكثر أنه يحضر مناصب عالية والمدخول ديالو يكون متطور، وكذلك حتى في فرص العمل ربما الفرص العمل بالنسبة للمرأة هي تلك ذات الأجور المتدنية، لأن فعلا المرأة مجموعة من المؤسسات وكذا كيشغلوا المرأة لأن يعني كتقبل واحد الأجر متدني عكس الرجل من طبيعة الحال ما غاديش يشوف هذاك الأجر هذاك، وبالتالي كنلاحظوا ولكن في الأجور العالية وفي المناصب المرموقة كان دائما هناك بروز للرجل عكس المرأة. أكيد إحنا كهيئة مجتمع مدني وتكلمنا وربما كان واحد الذكرى، فأنا جمعت لكم ما يمكن أن يجمع من كفكرة عن عدة تسمى عدة مرجعية ممكن اعتمد عليها أنا كعضو أو كهيئة مجتمع مدني باش نقدر فعلا نشوف الإطار اللي ممكن نشتغل فيه. إذا فعلا حنا في الآخر غادي نخرجوا كيفاش ممكن نصير عريضة، كيفاش ممكن أن نترافع على واحد الموضوع يتعلق بالمشاركة السياسية وحنا مقبلين على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كيفاش تكون عندي كعدة مرجعية جاهزة قاريها فاهمها باش اللحظة اللي كنبغي نترافع على واحد الموضوع عنده علاقة بالمرأة وتعزيز مكانة المرأة فعلا كنكون انا فعلا عندي عدة مرجعية استند عليها. بطبيعة الحال ما غاديش نتناقشوا كان ان اسمى قانون في البلد هو الدستور، فاكيد هناك في مجموعة من الفصول يعني تؤكد على مكانة المرأة وعلى دور المرأة وعلى المساواة، وهنا كنهضروا على الفصل 19 من الدستور، لهذا ما جاء فيه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على قدم المساواة. الوالدة في هذا الباب من الدستور
وفي مقتضيات يعني كاين ابواب اخرى وكاين خصوص اخرى تتكلم عن هذا الجانب، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدوليه كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق احكام دستور توليه المملكه وقوانينها. تسعى الدوله لتحقيق مبدا المناصفه بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغايه هيئه للمناصفه ومكافحه كل اشكال التمييز. نرجع لكم كذلك حتى الاطار القانوني لهذه الهيئه. هذا ما جاء في الفصل 19 من الدستور اللي هو المرجع الاساسي عندما نتكلم عن المساواه بين الرجل والمراه لتحقيق المناصفه. عندنا كذلك يمكن بغي ندير اطار العرائض اللي ممكن ان نتقدموا بها، فممكنش نقدم عرضه انا لا اطلع على هذا القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 111-14. كاين قانون خاص بالجهات، كاين قانون خاص بالعمالات والاقاليم، كاين قانون خاص بالجماعات. هذا القانون هذا راه كاين يعني باش غير الرقم ديالو قانون كتب القانون التنظيمي 111-14 غادي يطلع لك القانون كامل، وكاين تبع الدلائل اللي كتفسر كدير. اذا القانون التنظيمي 111-14 هذا خاص بالجهات. عندنا قانون تنظيمي هذا خاص بالعمالات والاقاليم 112-14. كاين 111-14 ديال الجهات، 112-14 ديال الاقاليم. عندنا كذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات اللي هو 113-14، ما جاوب الترتيب. الجهات 111، العمالات 112، وبالنسبه للجماعات 113، وكاين واحد البند خاص بتقديم العرائض. كذلك ونحن في اطار الاعداد لتقديم مجموع العرائض اكيد يجب ان نطلع على هذا القانون التنظيمي رقم 44-14 لتحديد شروط وكيفيه ممارسه الحق في تقديم العرائض الى السلطات العموميه. كذلك هذا القانون قام فيه شي 7 ديال الصفحات. هذه كتسمى عده تشريعيه تكون عندنا. هذا كذلك قانون هذا مرسوم خاص بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصات هذه اللجنة لتحرص على مدارسة العرائض وكيفية سيرها. عندنا هذه إحداث الهيئة لتكمل الفصل 19 من الدستور، هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كذلك المهام ديالها. إذا هذا جزء من العدة التشريعية الواجب تبعها. لأن هذا موقع حكومي تبع وزارة الداخلية. في كيعطيكم العرائض الإحصائية ديال 2015-2021 باش تدير واحد المقارنة، وفيها كيعطيك حتى بتفاصيل التفاصيل، المستوى الدراسي، كيعطيك السن ديالهم، كيعطيك حتى الأسماء ديال انتمائك الحزبية إلى آخره. إذا شوفوا الانتخابات الجماعية، دور الجماعات الحضرية، شحال من جماعة حضرية تكون عرائش؟ 17. لا جماعة حضرية. الحضرية. جوج. حضرية. قروية. 17. 17 قروية 19 ماشي. إذا الحضرية هي 17 قروية وجوج حضرية، هي 19 قروية 19 قروية 19 قروية حضرية. إذا بدأوا بالعرائش في الانتخابات الأخيرة، العرائش ماشي بحسب الدولة، يعني الجماعة كاملة، يعني نسبة كتلك الجماعة حضرية كاملة 30.14 هي بالنسبة للتمثيلية ديال الرجال 60.6 دائما حضور قوي وبارز، ولكن حنا كنا نقارنوها السنوات السابقه كيظهر لنا المكتسب. هي دوله. نعم؟ دوله. دوله. شوف القصر الكبير. القصر الكبير بلغت نسبة تمثيل النساء 34.29، داخلنا بعرايش أكثر 3% و 65.71 تمثيليات الرجال. ما عاد تلقاوش شي جماعة قروية ولا حضرية كاين النسبة ديال الرجال طالعة، أولا كاين تقارب غير النصوص راه ما كاينش، وربما هو الموضوع ديالنا، لماذا لم تتحقق لحد الآن المناصفة؟ علاش بالضبط مازال ما كاينش 50-50 نص نص؟ تلقاو جميع وربما في الجماعات الحضرية كاين تقارب، الجماعات القروية تلقاو بعض النوع من التباعد حسب خصوصية كل جماعة، ومن بعد غندير واحد الدراسة تفصيلية غادي نعرفوا بالضبط الأسباب التي تحول دون ذلك. شوفوا الجماعات القروية، مشيت بالترتيب ديال الموقع في قضايا المجتمع، هي أصلا ما عندها حتى شي دخول، ميمكنش. إذا باش نقدر نوصل ونعزز المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة، شخصيا نخدم على جوج الحاجات،
التمكين الاجتماعي تمكن وحنا كفاعلين جمعويين وفاعلين سياسيين خصنا فعلا نعرفوا الداء فين كاين حيت الا قصنا حتى اللي عندنا رجح سنساهم لا محاله في التعجيل بشفائين مقفوله ما كاين الداء نعرفوا بالضبط هذا فعلا اذا ساهم في التمكين اقتصاد التمكين الاجتماعي بقى غيكون عنده اثر واضح على ماذا؟ على المشاركه السياسيه وغادي تحسوا ان فعلا المشاركه السياسيه المرأة هي مشاركه فعلا كما تلقون اغلب النساء الان عضوات الحزب او النساء اللي كنخاطب في العمل السياسي الاغلبيه عندهم استقرار مادي كتكون عندها خدمه ديالها كذلك في المجتمع كتلقى هناك اسره كما قال الحاج قبيل ان فعلا حتى المجتمع كتلقى تجربه ديال تازروت ان حتى القبيله والمجتمع تساهم في ماذا؟ في الظهور في الدفع بالمرأة الى المشاركه السياسيه هتسولوني علاش بالضبط هاد المعطيات غنعطيهم لان اللحظه اللي غادي نبداو نسيرو عليها غدا ان شاء الله ففي هاد المعطيات هي تكون مبررات ديالنا في اطار هاد العريضه التي سنترافع بها حول المشاركه السياسيه المرأة اول حاجه غادي نوقفوا على بعض المفاهيم خصنا نعرفوها كنسمعوا التمكين المرأة شكون كيزور التمكين المرأة نقولوا تمكين المرأة في الحياه السياسيه تمكين المرأة في الحياه الاجتماعيه تمكين المرأة في كذا تمكين المرأة في كذا شكون كيزور تمكين المرأة هو واحد العمليه عندها علاقه بالذات المرأة الشخصية المرأة تستطيع من خلال المرأة اكتساب القوة والسيطرة على حياتها وقتها اللحظة اللي كنعطيو المرأة ما كتقول المرأة مثلا المرأة متزوجة عندها أسرة ما كتلقاش معارضة من الأسرة ديالها مثلا ممكن تمشي تحضر مثلا الدروس في الجمعية مثلا دروس محور الأمنية كتلقى تحفيز من المجتمع ديالها تحضر مثلا كاين مثلا بحال دابا مثلا كاين شي تكوين كاين شي ورشة تكوينية كاين شي خارج هذه الاستكشافية المرأة كيعززها المجتمع كنقسم المجتمع الأسرة ديالها الصغيرة كيعطيوها قوة انها تخرج تكتشف المجتمع اغلب النساء انما ضحايا من سلطه ابويه وسلطه رجوليه كيخلي بها في الدار كيخلي المراه في حياتها كاينه انا كنبقى نساء كتحس حتى الفلوس ما كتعرفش الدرهم وخمسة دراهم ما كتبنيش كاينه النساء المشاركه في المؤسسات والعمليات السياسيه الرسميه هذا هو المفهوم اللي كنعرفوا عليه هو الانتخابات العمليات غير الرسميه المتعلقه بالحياه الدوليه كنقول المشاركه السياسيه اللي كتبان المشاركه السياسيه كتبان للبيت فالمراه بتدبيرها للبيت كتلقى المرأة مبدعة ومحنكة حتى تبدا شغل البيت أليس هذا عمل سياسي؟ هو عمل سياسي علاش؟ لأنها على استراتيجية الاشتغال وكيف تحاول زوجها وتحاول أبنائها وتحاول أسرتها كتقدر في الأخر أنها تلقى الخطاب ديالها كتلقى الصفة ديالها على هذه المسألة وكديرو حتى داخل المجتمع هذا هو العمل السياسي وحدي التغيير داخل المجتمع كنكون فعلا الخطاب ديالي قادر أثر على الآخر